هاد الندوة تأتي للنتائج اللي حققتها الجمعية بجوج ديال الأمور. أول حاجة في 2010 الجزائر كتصرح رسميا أنها طردت مغاربة من الجزائر، هذه نقطة أساسية. لحقنا الجزائر في المحافل الدولية وصدرت توصيات من لجنة عمال المهاجرين. أكثر من ذلك كاينه توصيات أممية بخصوص الاختفاء القسري، العشرات بل المئات ديال الضحايا اللي ماتوا من 75. أتدرون ما كان الجواب؟ الجواب تقول بأن هادو المختطفين أو المختفين كانوا نتيجة صراع أو نزاع دولي، أي نزاع دولي يتكلمون عنه منذ 1975 إلى 1990. ليس هناك أي نزاع دولي. إذا ثم هذا اعتراف ديني وصريح بأن هناك اختفاءات قسرية في حق مغاربة أبرياء. ثم الصراع المغرب من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية كان على في الصحراء، بينما هؤلاء تم اختفاءهم في داخل الجزائر، وبالتالي تعترف ضمنيا أن هناك اختفاء قسري. ثم كذلك تكذب على اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، وهذا يعني كذب واضح. وبالتالي النقطة الثانية هو أنه في 2023 المغرب يصرح رسميا أن الجزائر طردت 45 ألف عائلة مغربية، وأنها يجب أن تتحمل كامل المسؤولية القانونية حول هذه المأساة اللا إنسانية بل دراما إنسانية. وشكرا. تحت ضنون المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هذا اللقاء الذي هو عبارة عن ندوة سيشارك فيها مجموعة من الأساتذة والباحثين، وهو من تنظيم جمعية مغاربة ضحايا طرد التعسفي من الجزائر سنة 1975. لماذا المكتبة الوطنية؟ المكتبة الوطنية لأن الأمر يتعلق بالذاكرة، الذاكرة المشتركة. هذا الحدث الذي سيبقى نقطة أليمة في الذاكرة المغربية، عندما تم تعسفا طرد مجموعة من المغاربة الذين كانوا يعيشون في الجزائر إلى المغرب وأخذ وسلب كل ما يتوفرون عليه من أملاك وما إلى ذلك. هذا الحدث الذي أصبح جزءا من الذاكرة المغربية والذي يجب أن يبقى وأن يظل حتى يأخذ هؤلاء الضحايا حقوقهم كاملة ويسترجعوا ما كان بحوزتهم، وأيضا حتى تعرف الأجيال الصاعدة التي جاءت بعد 1975، لأنه هناك الجيل الذي عاش الحدث وعرف كيف عانى هؤلاء من جراء هذا الطرد والعنف الذي تعرضوا له في ذلك الليل، ليل عيد الأضحى، وتعرفون رمزية عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين. وهذه الأمور التي تسجلها الذاكرة، وما دامت المكتبة الوطنية كما تعلمون هي خزان للذاكرة المغربية، ليس فقط على مستوى الوثائق وعلى مستوى الكتب، بل أيضا على مستوى الذاكرة الجمعية من خلال اللقاءات ومن خلال الندوات التي تحاول أن تلقي الأضواء الكاشفة وأن تنظر إلى هذه الأحداث نظرة، ليس فقط نظرة المؤرخ الذي يؤرخ الأحداث، بل أيضا نظرة الناقدي والمحلل الذي يقف على دقائق هذه الأحداث ويسجلها للأجيال المقبلة حتى تكون عبرة لها. اليوم كاين هذه الندوة اللي غادي تجمع الناس المهتمين بهذا الملف، باش اولا الجمعية تقول شنو هما الإجراءات اللي دارت وفين وصلت، لأن الجمعية تأسست من 2006 وخدمت الحقيقة. هذا الملف هذا كان يخصو يتخذ بعين الاعتبار وبطريقة جدية من نهار اللي بدا المشكل في 1975، لأن هاد المغاربة اللي دابا تقريبا العدد ديالهم نص مليون مغربي تشردوا ويعني خرجوهم من ديورهم في نصاصة الليل وبواحد الطريقة وحشية، بواحد الطريقة بربرية، بواحد الطريقة يعني غير مقبولة إنسانيا.
ولا أخلاقيا ولا دينيا ولا إسلاميا. وفي يوم عيد الأضحى وهاد الناس تشردوا وتشردت العائلات، لأن بعض المرات غتلقى واحد العائلة اللي النصف ديالها بقى في الجزائر والآخر بقى متشرد في المغرب، وهذا شيء غير مقبول لا وطنيا ولا مغاربيا ولا دوليا. لهذا هاد الملف تيخصو يتخذ بعين الاعتبار بطريقة جدية، لأن هذا عمل إجرامي، عمل غير إنساني، غير موضوعي، غير مقبول، ولازم لجنة حقوق الإنسان اللي عندنا في المغرب ولا في العالم ولا المنظمات العالمية الدولية، لا مثلا في جنيف ولا في لونو، تيخصنا هذا الملف وبمساعدة الدولة المغربية، بمساعدة وزارة الخارجية، بمساعدة جميع يعني المكونين ديال الدولة ديالنا، ناخذوا هذا الملف بجدية ونوصلوه لأعلى المستويات باش هاد الدولة اللي برهنات على أنها دولة إجرامية إرهابية باش يعني تاخذ الجزاء ديالها، لان ما يمكنناش نخليو هاد الناس الضحايا متشتين، ورحنا تنشوفوهم هنا راهم يعني عايشين في واحد الحالة مأزمة بزاف. هاد الشيء غير مقبول، ولهذا انا تنادي ان المغاربة كاملة، لان كاين بعض المغاربة للاسف اللي هما ما قربش من المنطقة الشرقية ما حسوش وما عاشوش هاد المشكل، انهم يكونوا عارفينه انه هاد المشكل من 75 هو كاين، ولكن احنا لانه عنده علاقة الصحراء المغربية. علاش؟ لأن بخروبة نهار اللي صفت هاد الناس شردهم، قال لهم الملك ديالكم دير مسيرة خضراء للصحراء، سيروا انتوما هذه المسيرة الكحلة. صفت كان سيدنا الله يرحمه صاحب الجلالة حسن الثاني طلب باش 350 ألف مغربي يمشيوا للمسيرة، قال لهم تهو 350 ألف مغربي تهما غادي نخرجهم يديروا، وكانت ما تسمى بالمسيرة الكحلة. وهذا إذا ضد فينا، ضد في الصحراء، دونك عنده علاقة هذا الملف بالصحراء المغربية. ما حدنا تناضلوا مع هاد الجار يعني اللئيم، لأن تقول لك إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد، لأن هاد الجار كرمناه. أنا تنعرف أن في عائلاتنا كاملين في المنطقة الشرقية عاوناهم بزاف، لابو خروبة ولا بو تفليقة ولا بن بلة ولا ما كان يسمى بمجموعة ستة، يعني عاونوهم بالفلوس وبالفيزي اللي زغم السلاح إلى آخره. ولهذا من غير مفهوم أن هاد المجموعة اللي عاوناها وخبيناها وكانت عندنا تتخبى في وجدها، ودرنا لهم واحد، كان عندهم تا واحد الإذاعة اللي كانوا تيهضروا منها وكانت مخبية عندنا في المنطقة الشرقية، كانوا منها تيتكلموا. غير معقول أنهم يتصرفوا مع المغرب بهذه الطريقة هذه. ولهذا يخص المغاربة كاملين ينوضوا وقفة وحدة ونوصلوا هذا الملف لأعلى مستوى باش المسائل، لأن هاد الناس يخصهم جبر الضرر وتيخصهم التعويضات في جميع المسائل اللي مشات منهم وفي حياتهم.